السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم في حلقة نقاش لمانجا بوروتو بعد ما شفنا الفصل للتو. واللحظة اللي بيشوفه يروح يشوفه على تويتش أو على انستغرام على شو الفصل 54 من مانجا بوروتو. تنبيه، هذه الأحداث اللي تكلم عنها لم تحصل حتى الآن في الأنمي، لذلك إذا متابع الأنمي سكر الآن فيديو أحسن لك وخلونا نبدأ. Let's go. طيب يا الغبنة، قيم الفصل بشكل عام يا دحوم. والله فصل حلو جميل جدا. في البداية قبل ما أسمع يعني رأيكم بالفصل ممكن أعطيه 9.5 9، لأن الأحداث ملعة. فيب هذا قبل ما نأخذ ونعطي بالفصل، ممكن يزيد ممكن ينقص، فهذا تقييمي. أنا أعطيه 9.5. الصراحة فصل حلو، في غبنة وفي أشياء حلوة، في تبين لك ذكاء ساسكي الصراحة كيف اكتشف موموشكي، يعني أعطيه 9.5. طيب أنا أشوف تقييم مبدئي زي ما يقولون الشباب من 9 إلى 9.5 كويس جدا. فصل كان رائع، يعني فصل كويس، ما فيه تمطيط كثير، الأحداث سارعت، انتهى موضوع موموشكي بشكل سريع وخيالي وشيء أسطوري. باقي أهم سؤالين اللي ما جاوب عليها الكاتب للآن، هذا الشيء اللي غابنا إلى الآن، ناروتو ودور ناروتو. نعم، وش اللي صاير مع ناروتو وتوظيف ساسكي. أوكي، إحنا عارفين ساسكي ذكي وتحليلي وأسطوري. طيب أنت ترى قاعد تهين أبو ساسكي، والله يا أخ قايرني، والله مرة قايرني ساسكي. أحس الكاتب هذا مستلم ساسكي بشكل مو طبيعي أو حاقد عليه من أيام ناروتو، كان انتقم فيه وادري ايش مسوي. ناروتو في طريقين، الطريق الاول اللي ما حد يبيه انه مات، الطريق الثاني انه من استهلاك التشاكرا اللي صار له اغمى عليه، بحيث انه حاول ما يستنزف كل التشاكرا، في اخر لحظة فصل الدمج واغمى عليه لانه تحرك على طول ردي بعدها. فهذا احد الطريقين، ممكن في شيء ثالث رابع انا ما ادري، لكن هذا اللي انا اشوفه. انا بالنسبه لي يعني ساسكي فعلا الكاتب يعني مخليه يعني شخصيه مدرب فقط، وظيفه المدرب فقط، يعني مع ان احنا شفنا امكانيات تحس زي جرايه سواه حاله. امكانيات ساسكي في حرب النينجا كانت قويه جدا وتضاعفت اضعاف عظيمه جدا بعد ما انتهت حرب النينجا. المفروض ساسكي بقدراته بقوته اشوفها في مستوى خيالي حاليا، خصوصا متعادل معنا. للاسف انا يوم ساعه يوم اقول في اللايف ليش ساسكي ما لحق وابعد الضربه عن بوروتو. يعني احمد قال مصاب، او انت قلت لي مصاب. لا انا ما اعترف بشيء اسمه مصاب مع ساسكي. ساسكي عادي تقطع يده ويكون ردة فعله اسطورية، هذا الشيء اشوفه في ناروتو. ترى مرتاح على فكرة من اخر قتال وهو مرتاح. شوف لو ما انقذه كان قلت لك اوكي هو تعبان وما قدر يتحرك، لكن انا قاعد اقول لك عن اللحظة انه تأخر في الانقاذ، فهو اصلا عنده الامكانية، لكن الكاتب ما يبغى ينقذ قبل ما يضرب الضربة على كوكي. فبالنسبة لي هو عنده الاستطاعة، عنده القدرة، والكاتب ما يبي يعطيه، خلاص كان يقول الجيل القديم انساه، ما انا معطي اكبر من حجمه، ناظر للجيل الجديد. وهذا الشيء اللي انا يعني ما احبه، وهذا العمل عن الجيل الجديد، لكن ما افضل من الكاتب هو شو اسمه، اي لازم يركز على القصة. حتى هو نفسه كاتب ناروتو، ف كيشيموتو يعني. طيب بس في النهاية ممكن حضر مفاجأة، ممكن، لكن في النهاية هذا اللي قال لك نيكست جينيريشن، هو يبي الناس تتعمق وتعجب بالشخصيات الجديدة وتنسى الشخصيات القديمة، وهذا شيء صعب بالنسبة لنا كمتابعين ناروتو، راح نميل دائما للجيل القديم، نميل دائما دائما دائما، على الأقل حنا كعرب. أنا ما أعرف إيش يصير في الدول الأخرى، ولكن أنا عن نفسي دخولي لبوروتو ليس لبوروتو، عكس راشد يعني وحب الأحداث، ابي اشوف ايش صار على ناروتو، عشان كذا ممكن رده فعلي مش مثل الطبيعي. ف في شيء منطقي يصير، ممكن احمد يوافقني على هذا الشيء. ناروتو لازم يكون مغاير عن ابوه تركه، وبين لك البدايه ان ناروتو عن ميناتو ان ابوه زي ضحى بنفسه عشان ولده يعيش، صحيح. بعدين جاب لك ناروتو انه مهمل، بعدين جاءت قرصة اذن وعقل بعدها،
وتغير له ناروتو. فممكن الكاتب يخليه يعيش فترة وجيزة ممكن إيه. ويدرب فيها بوروتو. لكن لا تنسى انه ممكن حتى يورثه اللي هو شو اسمه كوراما كيوبي. الكيوبي ممكن يورث الكيوبي. فانا اشوف اذا الكاتب ضحى بالكيوبي مع ناروتو الصراحة يا اجبه تضحية قوية اسطورية ولا ما يضحي فيهم اثنين. شوف في كلا الحالتين يعني انا يعني اقول لك ان الكاتب لازم يركز على بوروتو في كلا الحالتين. يا يبعد ناروتو عن الاحداث بشكل كامل بإصابة بيبعد قوة او انه يموته. في كلا الحالتين محب ناروتو ما راح يعجبه. الافضل انه ما يموت. بيكون زي ساسي كومبارس. انت ايش رايك يا احمد؟ انا والله اشوف انا مع اني اشوف الجيل الجديد واقتنع فيه كقوة وكذا بس مو على حساب الجيل السابق. يعني تستطيع توظيف الاثنين في وظيفة مناسبة تخلي مثلا خصوم الاقوياء للجيل السابق وتخلي ايضا خصوم اقوياء للجيل الجديد وبعد انهم يتقارنون ويكبرون. يعني وصل لي مرحلة انه بورتو لما يوصل الى جينين او يوصل للمستوى اللي بعده يكون اوكي في نفس قوة ناروتو في ذلك الوقت. هو الان بورتو عنده قدرة موموشكي اللي هو عائلة الاوتوتسكي موموشكي. فالان بورتو قوي اوكي بس ناروتو في ذلك الوقت كان عنده الكيوبي. فناروتو في ذلك الوقت كان قوي ايضا. فطوره حبة حبة بعدين اعطيه مثلا قوة اعطيه شيء بحيث انه انا اوكي اتقبل الفكرة. لكن حاليا مهما حاول تقنعني في قوة بورتو مستحيل اقتنع انه هذا بقوة ناروتو. يعني اللي شاف الانمي لسه انا شايف حلقة 181 ترى يطقطق عليه ناروتو. وين فرق القوة بين الاثنين؟ فرق شاسع. بس مستحيل اقتنع بالنيو جينيريشن اذا ما وظفته صح. طيب انا عندي نقطة تزيد على كلامك. القوة العين اللي عند بوروتو اللي جوجنا ضد موموشكي انه يقرأ حركات المستقبل. يعني هذه اقوى من شارينجا. طيب النقطة الثانية اسميكم تذكرون معاي في البداية جابوا قتال بوروتو مع كاواكي. هذا اللي دائما انا ارجع له. الكلام اللي انقال هل هو مثل ما انا راح اقرأ لكم يا من اخونا سعود ما راح قال ان كاواكي قال في البداية راح ارسلك للبعد اللي ارسلته السابع. زين راح ارسلك الى المكان اللي في السابع. معناته انا ما مات السابع. طيب المفروض هل هو مختوم؟ هل هو في مبعد اخر؟ هل هو مقتول؟ انا قلت ختم من قبل. قلت ختم من قبل وحرره. اي ممكن يكون انه مثلا مقتول وهو يقول له ارسلك لمكان ابوك يعني الحقك فيه. ممكن تفهم بكذا طريقه. طيب المشكله في طبعا هذا المفروض يكون يعني فصل متقدم جدا. الان لما نشوف الاحداث اللي تؤدي للفصل المتقدم كوكي لا زال معنا مش ضدنا. اللي ضدنا صار بوروتو. انت شايف التويست؟ شايف الحبكه كيف كان قاعدين نلعب بخط زمني اخر المفروض يكون فيه كواكي عدو. الان كواكي لازال مع مش ضد. فكيف يكون ضد في الاحداث الحاليه؟ ايش اللي يربط لي الشخصيات على اساس تخليني تربط بالفصل هذا اللي يكون كواكي عدو؟ هذا تعليق من تركي يقول انا اللي شايفه هي الكارما. الكارما اعتقد الكارما يدحوه من ممكن يكون كاواكي خارج على السيطره. نعم في ذلك الوقت وهاجم نفس ما الان ممكن سيطر عليه خلاص. يعني مين اللي سيطر عليه؟ اللي هو ايشكي. مين جيجن؟ يعني جيجن مو جيجن انتهى. ممكن يكون لا الى الان مو جيجن المفروض انتهى. بس قال ترى قال الكارما قال فيك الى الان فبضحي فيك. الكارما موجوده يقدر يضحي فيه على اساس يخليه بس وجود الكارما شنو معناتها؟ يعني؟ ان الشخص الى الان موجود اللي هو جيجن. صحيح اي قال ما شوف اختفى فيه في البدايه. حيعاد بعثه من الصفر زي ما بدا موموشكي معنا. ايوه راح يرجع من البدايه يعني كذا كذا. شفت يوم كانوا في المسحه مسكينه تحت مع الدكتور؟ يعني كذا كذا ما راح يموت. لا ما راح يموت دام الى الان موجود كواكي في الكارما راح يموت. آه. شوف يقول قوه ساسكي 80% بالتقنيات وايشكي بالكارما اللي يسحب القدره. عشان كذا ناروتو صار اقوى قدامه عن ساسكي. ان ناروتو بتنجتسو اتوقع للقتالات القريبه تايجتسو بالمضاربات عكس ساسكي عقب فقدان يده صار بالتقنيات اقوى. فممكن يعني صراحة الحبكة رهيبة ولكن للأمان يعني الشيء الوحيد اللي ممكن يخليني اقتنع بهذا اذا كان فعلا زي ما قال راشد
ان جيجن هو نفسه ما مات راح يعيد احياء وكوكي راح يفقد السيطره بشكل كامل وفي لحظه ضعف راح يدمر كونها ووقتها بوروتو راح يتصادم معه لان يعني قال هذا المنطق قال له في يوم شافها قال دام هذا الشيء فيك فراح اضحي فيك قبل ما ينتهي الوقت يتم جاب يحرق ما ابغى اخسر الطعم حقي فاوريدي طبيعي انه يكون الى الان موجوده في قوه ايشكي لازم الوحش اللي بيجو ياكل شخص فيه القوه كتضحيه طيب عندك شيء تحب تضيفه يا احمد لا ابدا شوف اذا في اسئله ولا خلي وش توقعكم لهيما وراي هيما واري اخت بوروتو اتوقع بدري نتكلم عنها لان الى الان ما ظهر عنها اي شيء اي ما ظهر عن باستثناء انها قدرت توقذ البياكوغان اسرع حتى من عمها نيجي ترى تقريبا اذا ماني غلطان انا ما ادري يعني احس لو كان يعني في المعركه هذه فقدت اخوها عن طريق اللي هو شو اسمه شو اسمه الوحش اللي داخله اللي بوروتو موموشكي وتفقد ابوها راح تكون صدمه يعني هو فعلا لو نهايه الفصل هذا ما كان بانتصار بوروتو انها استعاد وعيه راح يكون هذا شيء مؤثر جدا 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 لعائله ناروتو فقدانهم اصلا الهوكاجي وفقدانهم لابوهم وابوهم خلاص انتهي العالم لان الواضح ان في قوه عند بوروتو مو تساوي بالطبع الحال ان ناروتو اقوى لكن عنده قوه من العالم الثاني اللي هي العين فهذا الشيء بيخليه عنده قوه مو طبيعيه وحتى قالت عيونك الزرقاء راح يسبون منك اقرب الناس ترى هو عكس ناروتو لو تلاحظ بدايه حياته ناروتو ما حد كان معه بوروتو الكل كان معه فتحس القصه صايره عكس لو كانت كذا نعم قبل ما نختم يعني في سؤال يعني ان ما جاء الحين راح يجي بعدين هذا شيء اكيد هل في احد منكم راح يوقف لو مات ناروتو لا انا شخصيا راح يضايقني الموضوع بس حسب كيف طريقه الموت حسب حبكه القصه الى ذلك الوقت يعني لو جاني الفصل القادم وموت ناروتو حزعل طبعا واحتمال ما اكمل العمل نعم انا اكتفي بالريتويت لاحمد اعتقد يعني هذا الشيء بالنسبه لي متوافق جدا مع احمد فيب عندك كلام احمد قبل ما نختم نعتذر حبيبي ابدا الفصل كان جميل ومتحمسين للفصل القادم نراكم الشهر القادم ان شاء الله سوية كذا نشوف فصل 55 كذا في الختام نقدر نقول يا دحوم سبحانك اللهم وبحمدك احمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسون الاشتراك في القناه واللايك والشير ونشوفكم على خير